ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. أعلنت سلطات الملاحة الجوية في إسبانيا أن المراقبة الجوية الإسبانية رفضت السماح لطائرة جزائرية بدخول المجال الإسباني بناء على تعليمات من الجيش. وقالت سلطة الطيران المدني إن طائرة كانت متجهة من الجزائر إلى مدينة لوغرونيو بشمال إسبانيا عادت بعد أن أبلغ مراقبون جويون أنها ليست لديها إذن بدخول المجال الجوي بناء على تعليمات من الجيش الإسباني. وأوضحت أن الطائرة كانت في طريقها من الجزائر العاصمة إلى المدينة الإسبانية، حيث يتم تشغيل المطار المحلي الصغير من قبل شركة أينا الإسبانية. ولوغرونيو هي المدينة التي أدخل فيها إبراهيم غالي زعيم جبهة البوليساريو إلى المستشفى منذ أكثر من شهر، مما أدى إلى اندلاع صراع بين إسبانيا والمغرب، فيما أشارت مصادر إعلامية إلى أن هذه الطائرة أرسلتها المخابرات الجزائرية من أجل تهريب زعيم البوليساريو إبراهيم غالي. نشكركم على حسن الإصغاء. إذا أعجبك الفيديو المرجو الضغط على زر الإعجاب.